السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مقدسية وين ما كنت أينما كنت من القدس. طبعا إحنا عند جماعة من يطا، بتعرف شو يعني يطا؟ يطاطو هذول إخوان من جنوب الخليل، ولكن يعني جدعان 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 مع محمود. عيد عيد، أنا بضل أنسى اسمه، بضل أقول له عيد عيد عيد. في عنده أرانب عيد، وفي عنده وز وبط، وفي عنده جد صغير شو اسمه هذا اللي سخلي، هم بيقولوا سخلي يعني سخلة أو الماعز الصغير. تعالوا نشوف في عنده شوية أرانب. ها أنا يا إخوان، طبعا في جاج بياض، يعني شايفين في بيض تحتي، شايفين؟ تعال فرجيكم إياه على السريع. هاي البيض يا إخوان، هاي المزرعة جنبهم، شايفين البيض؟ ما شاء الله ما شاء الله. كم من بيضة بحطين هذول في اليوم؟ 300 كرتونة. آه. كل كرتونة فيها 30 حبة. آه. يعني 300 ب30. 3000 وإشي. ما شاء الله كله حاطط بيض. بس المشكلة إنها هي مش إلهم. 9000. المشكلة إنها هي مش إلهم. فهي جنبهم يعني، بس صلاة النبي يعني حلو المنظر. محمود خذ التليفون. محمود ده طلعك على اليوتيوب. انا انا يلا تعال نربي ارانب. هان في زاوية فيها بط ووز، وز فيه. شايفين من هان طلع فيه، طلعوا قديش ما شاء الله البيض مبين. تعالوا ندخل عند محمود. محمود مربي أرانب ما شاء الله. هذا والدك ده؟ هاي والدة اليوم أشوف. مبارك. افتح، هات اطلع اولادها. الارنبة كم من يوم وهي حامل؟ 30. زي الله، شوفوا كيف هو الارنب صغير. هي بتقطع صوف وبتحط من عندها من جسمها، صح؟ اه ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. هاي هذه جبنا اولادها، هاي دتل دتلت كمان. هاي دتلت، هاي اولادها ما شاء الله. كم من واحد بتخلف الارنب؟ تسعة على هاي، وهذيك الباقي اربعة، يعني تسعة وفي اربعة. هان حامل صح؟ هاي بتجهز في مكانها، شايفين؟ بداية تجهيز صح؟ هاي الارنوبة. احلى محمود. عيد بضل كله محمود. محمود اخوك الكبير صح؟ آه. هاي حامل برضه. هاي حامل بس طلع الذكر شو مسوي فيها؟ من الضربة اللي فيها من الذكر؟ هي ضربة واحدة 20 ضربة. 20 ضربة هذا شرس الذكر وينه؟ هاي محطوط لحاله. شايفين هاي الذكر؟ يلا مش مشكلة. مأنتكها. يلا تعال نشوف الوز والبط اللي عنده. طبعا هاي منطقة اسمها بكلولها عناتة الصناعية، يعني عناتة منطقة الصناعية المحاذية لقرية حزمة. طبعا منطقة كثير رائعة وكثير حلوة. في يعني هاي في عندهم ايه؟ هاي في حمار. هاي هذا الكو يا عيد؟ كويس برفصة. خفيف؟ مش خفيف. شايفين كيف؟ هاي منطقة صناعية، هاي محل ما هو ساكن عيد. طلع بتمعمل قاعد. شو يعني بتمعمل؟ بفحلت في الأرض. بتمعمل صح؟ شو بحكوا انت؟ بتفعفل. بتمعمل بتفعفل. مكيف الحمار على الخضار. تعال نروح نشوف البط والوز. يلا. يلا يا عيد. شايفين؟ طبعا احنا قريبين على الاردن هنا عشان تعرفوا، يعني نص ساعه اللي انت على حدود الاردن.
يعني منطقة عناتا كثير قريبة للأردن. تمعمل يا تعال نشوف البط. يلا اسف الفيديو. شايفين؟ كم من بيضة جايبة؟ واحدة سالم امبارح. هي حاط الدجاج هذا. شو هذا الدجاج؟ بلدي؟ ما شاء الله. هذا رقابي. وهذا فر؟ في الربية. ايوه. شايفين؟ في الربية هون. يعني هذول ديوك صح؟ بس ما بظنش. ديك بيفيض الشيخ. عيد بمزح بمزح عيد. وهذا دجاج بلدي؟ ما شاء الله ما شاء الله. يمكن فيها بربادوك. هذه بيضة البط؟ وز. وز؟ بركض هذا الوز؟ بس يصير انا شلون بيض 15 بيض. ما شاء الله ما شاء الله. هاي حاطط حمام. حلو. هاي زغليل. زغليل هدول؟ يلا. طلع مسك الرقبية هاي. من وين بفتح؟ يلا. في اشي هناك؟ لا. خلص يعني احنا خلصنا. خلص هيك احنا كان مشوارنا مع عيد. عيد. فكرك الفيديو كم لايك بيجي؟ ما يعني بيجيب 2000 لايك وبدناش منهم اشي. 2000 لايك وبديش منكم ولا اشي. يعني بتعرف شو يعني شايف؟ بده 2000 لايك وبديش ولا اشي. راح يجيبوا لك ال 2000 لايك ان شاء الله. ان شاء الله. يعني راح يحطوا لك اللايك اول ما يشوفوا الفيديو ان شاء الله. يلا والسلام عليكم، تحياتنا.